الرحمن الرحيم. اليوم سنطبق تدريبات عن درس علامات إعراب الفاعل للصف الخامس الابتدائي. أكمل مكان النقط بعلامة الإعراب الصحيحة لما تحته خط. 1. أجرى العالم تجاربه في المعمل. علامة الإعراب الصحيحة الضمة، وذلك لأن العالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 2. نجح المجتهدان. علامة الإعراب الصحيحة الألف، وذلك لأن المجتهدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. 3. دافع الجنود عن وطنهم. علامة الإعراب الصحيحة الضمة، لأن الجنود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 4. سقى الفلاحون زرعهم. علامة الإعراب الواو، لأن الفلاحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. حول الجمل الآتية من اسمية إلى فعلية. 1. الزهرتان تفوحان بالعطر. الإجابة: تفوح الزهرتان بالعطر. 2. الصالحون يفوزون بالجنة. الإجابة: يفوز الصالحون بالجنة. نلاحظ أن عند تحويل الجملة من اسمية إلى فعلية يجب أن نبحث عن الفعل، وذلك حتى نبدأ به الجملة، ويجب أن يكون في صيغة المفرد، لأن لا يجوز تثنية الفعل أو جمعه في أول الجملة. اختر الصواب مما بين القوسين. بذلت نقط جهدا كبيرا. المتسابقتين، المتسابقات، المتسابقة. الإجابة: المتسابقات. تسلم نقط الكأس. الفائزين، الفائزات، الفائزون. الإجابة: الفائزون. هنلاحظ تشابه في المعنى، لكن هناك اختلاف في العلامة الإعرابية. أعرب ما تحته خط فيما يأتي. 1. ينال المجتهدون النجاح. المجتهدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. 2. يزرع الفواكه الفلاح. الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 3. تتسابق المحسنات في عمل الخير. المحسنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وفي النهاية أشكركم على حسن استماعكم.